السلام عليكم الغزالات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا لا فيديو وانتم باحسن الاحوال يا رب. انا فرحانه بزاف لانني كنوجد لكم هذا لا فيديو، وسمحوا لي بزاف لانني تعطلت عليكم ولكن لظروف خاصه. اول حاجه كنبغي نشكر المتتبعات ديالي اللي ما نساونيش بالتعاليق وبالبارطاج وباللايكات، كنبغي نشكركم بزاف ونقدم لكم تحيه من هذا المنبر. اليوم جبت لكم البسطيله بالطريقه المغربيه الاصيله اللي سهله ومقادير سهله، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. تابعونا حتى الاخر لا فيديو، وما تنسوناش بالدعم ديالكم، ومرحبا بكم مره اخرى. ودابا غادي ندوزو باش نشوفوا المقادير. ها انتما البنات كما كتشوفوا انا جيت عند ماما وكبرات بيا ودارت لي البسطيله، والله يخلي لكم والديكم يتهلاو فيكم. المهم مسكينه كتبغي تفرح بيا، ماشي غير انا، بوليداتها كاملين طبيعه الحال. واول حاجه غادي نبغي نبدا بها هي الدجاج اللي درت فيها 2 كيلو ونص. عندي هنا الخرقوم، عندي البزار، عندي زعفران الشعره، عندي سكنجبير، وعندي القرفه وقرفه عواد، وعندي هنا الربيع، قبطه ديال الربيع كتقصيها. عندي كاس ديال الزيت روميه، عندي هنا زعفران اللي هي ضامه زعفران وذوبتها في كاس ديال الماء، وعندي نص كاس ديال الزيت البلديه، وسته البيضات، والبصله كتشلطيها، والورقه بطبيعه الحال. هنا غادي نمشيو لطريقه التحضير. اول حاجه كديري طنجره وكتبداي تحطي فيها الدجاجه اللي ضروري كتقطعيها، كتغسليها مزيان وكتقطعيها وكتحطيها في الطنجره ديالك باش اول حاجه غادي تبداي بها. ايوا يا الغزالات، هذه هي الطريقه، وكنتمنى انكم تتابعوني وتتبعوا قناه ديالي وتمشيو معايا خطوه بخطوه، وانا معاكم حتى الاخير ان شاء الله. فالطنجره ديالي كيف ما كتشوفوا غادي نبداو اول حاجه في التوابل، اللي غادي نحيد منهم زعفران شعره، وغادي نديرهم فوق الدجاج، وعاد باش نمشي نجيب الزيت، وباش نجيب داك زعفران شعره. المهم هانتوما البنات كتشوفوا، شفتوا الطنجره، شفتوا التوابل فاش لحتهم. غنمشي دابا نجيب زويته روميه ونضيف زيت عاوتاني البلدي، نص كاس ديال الزيت البلدي ونص كاس ديال وكاس ديال الزيت رومي. هذه ضامه ديال الزعفران كندوبها في كاس ديال الماء. ضامه ديال الزعفران كتفرتيها، كتشديها وكتفرتيها في كاس ديال الماء حتى كدوب كتولي بحال هكا هذاك الشكل. وغادي نخويه فوق الدجاج، نضيفه فوق الدجاج. ودابا كيف ما كتشوفوا غتاخدي هذاك الدجاج كامل وغتشرمليه بعدا حتى يولي بهذه الطريقه، هذا يعني دخلوا ديك العطريه كامله. وناخد هذه القبيطه ديال الربيع من غير هذيك اللي قصصت، ونضيفها على على المقادير. هنا غادي نجيب البصله اللي شلت وغادي نضيفها بطبيعه الحال، وغادي نزيد فوق منها زعفران. راني ما صورتش لكم البنات الوقت اللي غادي نلوح البصله، ولكن انتم راكم عارفين صافي داك التبصيل اللي شفتوه ديال البصله. غادي نضيفه فوق الدجاج، وهنا غادي نزيد زعفران شعره باش ينسم المذاق. ضروري ان البسطيله كتبغي تبقى يتنسمي عليها وتبقاي تزيدي هذا بزار هذا، وهذه مليحه باش كتنسمي الضغميره. المهم البنات كما كتشوفوا راني فرقت الدجاج على ضغميره وشحرتها، شحرتها مزيان، وانت كتبقاي حاضيها ما كتبعديش عليها،
وهنايا البيض 8 البيضات ماشي 6. انا غلطت في الاول، كنا قلنا نديرو 6 ولكن من بعد فكرنا انا نديرو 8، لان هاد الدغميره محال واش تنشف بسته البيضات. كاين اللي كيدير فيها 10 وكاين اللي كيدير فيها 12 على حساب كل طريقه ديالو. ومني كتبقاي تحركي ما كتحيديش من حداها، كتبقاي تحركي وتبقاي حاضيها وكتزيدي الربيع وانتي كتحركي عاوتاني. كيف ما كتشوفوا البنات ضروري البسطيله خاصها العوين، وهي كتبغي الوقت، كتبغي تقريبا نهار ولا كتبغي نص نهار كامل. وانا ماما ساندتني ووقفت معايا ودارت تقريبا معايا كل شيء، دارت معايا ماشي تقريبا، دارت معايا كل شيء بطبيعه الحال، ووراتني الطريقه كامله. وهنايا كما كتشوفوا هاد الضغمه، غادي نشدو الدجاج وغادي نفرتوه على العضومه ديالو، يعني غادي نحيدوا ليه الكسوه ديالو كما كنقولوا. وهنا عندنا اللوز اللي كتهرمشيه كترجعيه بهذه الطريقه هذه، لوز مهرمش. وهنا عندنا سكر كلاصي، وهنا عندنا داك الروى اللي كيبقى لينا من هذيك الدغميره، ملي كتنشف راه كيطلع واحد الروى. صفيه بسباتول وديريه في هاد الطبيسي. هنا غادي نشد هذاك اللوز وغنخلطو مع السكر كلاصي بهاد الطريقه هذه. كاين اللي كيدير العسل، كاين اللي كيدير، المهم انا درت سكر كلاصي، حنا درنا سكر كلاصي. طريقه اي طريقه كديري مزيانه. هنا درنا القرفه وسكر كلاصي بطبيعه الحال. كيف ما كتشوفوا البنات غادي ندوزوا دابا للورقه، غادي نمشيو للورقه البنات وغادي نفرقوها بحال هكا وغادي ندهنوها ولوحيها فوق اللاطه. فين ما دهني شي وحده غتلوحيها فوق اللاطه كامله، تتفكيها كامله، تتولي بحال هكا بهذه الطريقه هذه. ومن بعد عاد غتبداي توزعيها، غادي ديري خمسة الورقات فوق هاد اللاطة، واللاطة اللي غادي تكون مدهونة. غادي نجيب هذاك لاصوص اللي قلت لكم ها هنا فين غيخدم البنات، هذاك لاصوص اللي غادي تشديه وغادي تفرقيه على الدغميرة، ملي غادي تحيديه من الدغميرة، شي الدغميرة ملي كتكون كطيب كيبدا يطلع هذاك لاصوص، هذاك لاصوص غادي تهزيه بواحد مغرف ولا معلقة. المهم حنا زدنا وريقة هنايا وزدنا دابا الدجاج هذاك اللي قاديناه، وهذه يد بنت اختي. كما كتشوفوا غادي نزيد هنايا القرفه فوق داك الدجاج، وغادي نزيد سكر كلاصي، وغادي نزيدو ديك التغميره اللي كتولي بهذا الشكل هذا، حيت كيدخل هذاك الربيع وكيدخلها ما كتبقاش في داك اللون الابيض، كتولي ملي كيدخلها الربيع وكيدخلوها المقادير التوابل وهذا كتولي بحال هكا. المهم من بعد كنزيد ورقه اللي مدهونه حتى هي، وكنضيف فوق منها هذاك اللوز. اللوز البنات كديرو كيلو، كتشديه وكتسلقيه كتفسخيه وكتقليه في الزيت، ومن بعد كدوري في مولينيكس. المهم نتوما على حساب الطريقه ديالكم، انا دي حنا هذه هي الطريقه اللي كنديرو. عندنا كيلو ديال اللوز، غنكون واقيلا ما قلتش لكم شحال لوز مهرمش، هانتوما كتشوفوا كيولي في هذا السمك هذا. ودابا غادي ندوزو باش نمونطيوها، كتولي تاخدي شويه الزيت. المهم نتوما كتمونطيوها بيديكم، ولا كاين اللي كيبغي يدير الزيت بشي سباتول ولا بشي شيته، كاين اللي كيدهن غير بيديك. حاولي انك تدهني غير بيدك باش يجيك كلشي هو داك في بلاصتو. المهم هذه هي الطريقه البنات، كيف ما كتشوفوا ماما راه خدامه كتوريكم، كتبقى كتمونطيها حتى كتولي بحال هكا، حتى كتجمع صافي. ملي كتجمعيها كتزيدي فوق منها ورقه اخرى وكتبداي تلمطيها كما كنقولوا، كتلمطيها بحال
وكتمونطيها حتى كتولي بهذه الطريقه هذه. وهنايا كيف ما كتشوفوا بغيتوا شي زواقه كيبقى الاختيار ديالكم في الشكل ديال الزين على حسابكم نتوما شنو باغين ديروا. حنا اختارينا هذا الشكل هذا اللي عجبنا واختاريناه. لاحظوا معايا كيفاش كديروا ليها، المهم ساهل هاد الشكل هذا كان ساهل بزاف واختاريناه. طريقه تزيين البنات راه كيبقى على حسابكم. ودابا صافي غادي ندوزها للفران اللي غادي يكون درجه الحراره ديالو مهيله، وغادي نديرها الفوق حتى تحمر مزيان او طيب مزيان، عاد نهبطها لتحت غير تحمر واحد شويه وغادي نحيدها. كيف ما كتشوفوا هذه هي الطريقه النهائيه، هذا هو الشكل النهائي البنات. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، جات بنينه وجات هائله ونتيجه رائعه. بسلامه عليكم ونتلاقاو في فيديو اخر.